هكذا يتعالى مرور المركبات المشاركة من الهيئات الشعبية والمؤسسات للصناعات الوطنية في هذه المسيرة الشعبية. بعد مرور شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية، شركة صناعة الكيماويات البترولية، مرت مركبة شركة يوسف أحمد الغانم، ثم مركبة شركة البشر والكاظمي، ثم مركبة الشركة الكويتية للأغذية، ثم مركبة محلات عباس علي الهزيل. لقد كان لمشاركة الفعاليات الصناعية والاقتصادية في الكويت في معرض الصناعات الوطنية الذي نظمته وأشرفت عليه اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، لقد كان لمشاركة هذه القطاعات جميعا الأثر الكبير في إنجاح معرض الصناعات الوطنية الأول، مما أتاح الفرصة للمواطنين أن يطلعوا عن كثب على ما يتم من صناعات في بلدهم الحبيب، وأن يواكبوا مسيرة التطور الصناعي على هذه الأرض. ثم تمر مركبة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، هذه الخطوط التي هي بمثابة سفير للكويت، تحمل علم الكويت وتربط الكويت عن طريق خطوطها بعواصم عدة، وتكفل تنقل المواطنين وتنقل الأجانب من خارج الوطن من الكويت وإلى نقاط متسعة في هذا العالم الرحب. ثم تمر مركبة ألومنيوم الكويت، بعدها الشركة العربية للمعادن الخفيفة، وبعد ذلك تكون آخر فقرات هذا الاستعراض وهذه المسيرة الشعبية الكبيرة فرق الإطفاء العام من أهمية بالغة على الحاضر والمستقبل، وغني عن القول الأهمية البالغة التي توليها القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة لهذه الثروة الوطنية في سبيل تحويلها وتوجيهها لبناء كويت الحاضر وكويت المستقبل، وفي سبيل التركيز على الصناعات البترولية ومشتقاتها. فشركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة نفط الكويت كلهم على قدم وساق يعملون بتخطيط وإتقان وتنسيق وتعاون في سبيل استثمار هذه الثروة الوطنية خير استقلال. وما مصنع الغاز الذي افتتحه حضرة صاحب السمو أمير البلاد قبل أيام معدودة في موكب احتفالاتنا بالعيد الوطني، ما هذا المصنع إلا ثمرة من ثمرات هذه السياسة الحكيمة، السياسة البترولية التي تضع
فالاعتبار أولاً وأخيراً بناء الإنسان الكويتي ومستقبله الثري الزاهري في الصناعة والعلم والرخاء. ولقد حققت اللجنة العليا للاحتفال بالعيد الوطني فكرة إقامة معرض الصناعات الوطنية بمناسبة احتفالنا بعيدنا الوطني، مستهدية باهتمام رائد هذا الوطن وقائده بالصناعة. ومن قول سموه حفظه الله: إننا نبغي بناء صناعة تتوافر فيها مقومات التقدم المضطرد والقدرة على المنافسة في الداخل والخارج. ومن هذا المنطلق تحقق من خلال إقامة معرض الصناعات الوطنية بمناسبة العيد الوطني 18 شيء مذهل وكبير، ودلالة ذلك إقبال المواطنين المنقطع النظير لزيارته. ولا عجب في ذلك، فمزيد من الصناعة هو مزيد من التنمية، والاعتماد على الطاقات الذاتية هو مفتاح التقدم والازدهار، والصناعة هي العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت الآن المسيرة الشعبية الكبرى على ساحل الخليج العربي احتفاء بمناسبة العيد الوطني 18. أيها السادة المواطنون، هذه الجموع البشرية الفرحة التي تدفقت منذ الصباح الباكر إلى هذا المكان، هذه المظاهر الزاهية والبهجة التي تعم كل مكان، وقد اكتست الكويت بحلة من الحب والجمال والروعة هذا القطاع الضخم من صغارنا وشبابنا وكبارنا الذين جاءوا بأفراحهم وبسماتهم وضحكاتهم وقلوبهم العامرة بالعشق لهذه الأرض. كل هذه المظاهر ماذا يمكنها أن تعني؟ ماذا يمكنها أن تعني في مثل هذا اليوم المجيد، يوم عيدنا الوطني 18؟ إنها تعني الكثير الكثير الذي لا يعد ولا يحصى. تعني قبلة صادقة يطبعها هذا الشعب الوفي على جبين وطنه الكويت. تعني يدا قوية مؤمنة تصافح يد قائد ورائد هذا الشعب، تؤكد له الولاء وتجدد العهد، مرددة معه بصوت واحد: نحن معك ووراءك، ونحن مع سمو ولي عهدك الأمين، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وحفظ الله علينا نعمته، وسدد خطانا لما فيه الخير والعمل الصالح من أجل الكويت، العرب جميعا والمسلمين جميعا والإنسان في كل مكان. بطاقات وإمكانيات وثروة هذا الوطن هي دوما رهن للخير والعمل الصالح على كل صعيد. بداية هذه المسيرة الشعبية الكبرى هو الحرس الوطني. حرسنا الوطني الذي يحمل علم الكويت يحمله مجموعة من أفراد الحرس الوطني، ثم علم الحرس الوطني وموسيقى الحرس الوطني وسرية المشاة للحرس الوطني. تأسس الحرس الوطني في 6 يونيو 1967 برغبة أميرية سامية ليكون السند الأول للجيش وقوات الأمن. وقد استطاع الحرس الوطني وبفترة قصيرة أن يتحدى الزمن ويثبت وجوده كقوة ضاربة من قوات بلدنا الحبيب، ويضم بين صفوفه نخبة من أبناء الكويت البررة الذين أقبلوا على الانخراط ضمن صفوفه. ويشمل الحرس الوطني قسمين: الحرس الوطني العامل الخدمة الفعلية
الحرس الوطني الاحتياطي وهم القوات الشعبية التي يتم تدريبها بالحرس الوطني لتكون تحت الطلب. أيها المواطنون، إن الحرس الوطني هو إحدى دعامات الحماية والصون والدفاع عن كرامة واستقلال هذا الوطن الغالي، ويؤدي الخدمات الملموسة في حماية المنشآت الرسمية والمناطق الحيوية الهامة في أرجاء الكويت. تحية لحرسنا الوطني في عيدنا الوطني، وإلى الأمام دائما في سبيل خدمة الكويت والتفاني في بنائها وحمايتها مع جيشنا الباسل وقطاعات وزارة الداخلية من رجال الأمن والشرطة، وبالتعاون مع أفراد الشعب الكويتي الأمين. موسيقى الحرس الوطني تؤدي معزوفاتها في موكب حرس الكويت الوطني. وستعطي الإنجاز والعمل زهرات اليوم، هم أمهات الغد والمستقبل. وطني أهديك بروحي وبدمائي. الزهرات ثم المرشدات من وزارة التربية يرددون الهتاف والنشيد، يجددون العهد والإيمان ويتغنون بالكويت وحب الكويت. أميرنا، قائدنا، جابرنا، عاش عاش عاش.
إن وزارة التربية كما حدثتكم حشدت حوالي 8000 طالب وطالبة بهذه المسيرة، وبعد أن مرت المرشدات يمر أطفال رياض بنات ابتدائي يجسدن البراءة والمحبة والنقاوة. إن وزارة التربية التي تولي الرياضة والكشافة كل رعاية واهتمام، منحت إدارة التربية البدنية والكشافة شرف تنظيم مسيرة الطلاب والطالبات. عشت يا وطن الحبيب ورعاك الله يا قائد هذا الوطن الحبيب. وبعد أن مر طلاب المرحلة المتوسطة بزيهم المدرسي، سيأتي دور الدراجات، وحيث يقوم طلبة وزارة التربية باستعراض شيق على الدراجات بمختلف أشكالها، يحملون علم الكويت. سادة المواطنون، إن التعليم في الكويت قطع شوطا بعيدا في مراحله المختلفة، فبعد المرحلة المدرسية الثانوية ومنذ روضة الأطفال مرورا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، شمخت على أرضنا جامعة الكويت التي استوعبت وتلقت العديد من شباب وطلبة هذا الوطن، فصنعت منهم الرجال المؤهلين الأقوياء بالفكر وبالعلم، وأفرزتهم ينطلقون للحياة يتسلمون مسؤولياتهم في جوانب الحياة المتعددة في مجالات التدريس والطب، في الجيش، في الشرطة، في المؤسسات والشركات، وفي وزارات الدولة المختلفة. وجامعة الكويت تبوأت مكانتها بين جامعات العالم العربي والجامعات العالمية، واتسعت ونمت وتكونت فيها الكليات المتخصصة، وبنت جسورا من التعاون العلمي والعملي مع العديد من جامعات العالم. وكذلك هناك المعاهد العلمية المتخصصة في تدريس جوانب معينة الكويت بحاجة إليها، وهناك معاهد للمعلمين، وهناك معاهد للهندسة التطبيقية، وهناك معاهد للتدريب المهني، وهناك معاهد لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس الدين الإسلامي الحنيف. Thank you.
Thank you.